فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لدي ابنتان، فإذا دخلت السوق وأخذت معي البنت الكبرى يقول سأشتري لها بعض الأشياء كألعاب معينة. سؤاله: هل لابد أن أعطي الصغرى التي عمرها سنة كأختها تماما؟ الألعاب ما تتمول، ما تتمول الألعاب، الشيء اللي ما يتمول ما بلازم، يعني تشري له شيء تاكله ولا تشري له الثانيات، هذا مستهلك ما هو، لكن التمليك هو اللي ما يجوز. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.